وأنا بقول كده يمكن مقدمات الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا سنتين والحرب الروسية داخلة على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر، والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر ولا يبذلوا جهد أكبر ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة، كل حاجة. إحنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، أنا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معانا هنا، وزي ما انتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن 10 سنين 10 سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني وإحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتكلم وبقول يعني إن الأمور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا لكم كلكم. اسمعوا، أنا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار أضيع في مصر ولا الحكومة، احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ او تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. وكمان خلي بالكم، ما احناش ان شاء الله فسد خدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، لا ما حصلش. إن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها. بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل من إنسان انتوا اخترتوه وقلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية.
يعني ما قلتلكمش ابدا ان انا الموضوع ده انا لها انا لها واخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الاول اثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لان التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد احنا. وقلت قبل كده 100 مره العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض نشتغل ونصبر.